اتنين في سنة كام بقى ولا سنهم كام؟ لا هما متجوزين ومخلفين، كل واحدة متجوزة مخلفة تلاتة. بتشتغلي في المهنة دي من قد ايه بقى؟ بقى اكتر من 25 سنة. معقولة ربطيهم من منها يعني؟ اه ربطهم منها. ما شاء الله عليك. بعدين قبل ولادي برضه كنت ربيت ولاد جوزي برضه واتجوزوا اربعة سجنية كده. اه. واتجوزوا برضه. بالفول. طلع عليهم هما صغيرين. بالفول برضه. العربية دي اللي ربت لك ناس كتير بقى. الحمد لله. مفيش أحسن من الكفاح. الحمد لله. شغلات اللي بتتكلم عليها السيدات أهي. ربنا يعينها يا رب. ربنا يعينها. بتجيبوا منها الفول كل يوم؟ كل يوم مرة ناكل أهل الفول. كل ليلة. كل ليلة. ما تاكل بقى بتيجي قبل المدرسة ولا بعد المدرسة بتجيب بقى؟ لا ده بعد المدرسة والله. يعني الفول قبل وبعد ولا إيه؟ لا بعد المدرسة. وجبتين يعني؟ بعد ما ينفعش بقى من بدري. ما ينفعش من بدري أجيب فول. يا حضرتك ايه بقى؟ احلى شويه فول بتوع امك. بس يعني بقى لها يجي 20 سنه هنا معانا هنا. عمرك ايه؟ ما لكش نفسك تسول يا الله. الناس كلها بتحبها وعايزينها تطلع عمره يعني عشان هي نفسها تطلع عمره. واخد الفول ام نور عيب لا الله. ايه بقى انتوا ساكنين في المنطقه هنا؟ مش كده؟ اه وفي جايين من المدرسه بقى وفي نشاط وحيويه هو ولا مزوغين ولا يقولوا الحقيقه؟ لا لا لسه طالعين من المدرسه. قولوا الضمير. اه لسه طالعين من المدرسه. قولوا رايكم بقى في الفول بتاعها. الفول المصري 100% تعمل لكم الفول احلى. الفول احسن فول يودي للشعب المصري. لو جنبكم مطاعم كتير هتجيبوا منها برضه ولا تجيبوا منها؟ اه احنا من المنوره ما بنروحش المطاعم اللي احنا مع المنوره. مع الناس الغلابه دي. الناس الغلابه مش على ده. من المصري الشعب المصري.